ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بينضم إلينا من لندن سيد محمد شابارو الكاتب الصحفي. أهلا بك ومرحبا في صباح جديد. وما زالت الشائعات حول أميرة ويلز كيت ميدلتون، وأعلن القصر الملكي البريطاني عن بيان التأهب اللي بيسبق دائما أزمة لأحد أفراد الأسرة الملكية زي وفاة ملكة بريطانيا أو إعلان إصابة الملك تشارلز بالسرطان. على الفور التكهنات طبعا اتجهت نحو الحالة الصحية للأميرة، برأي حضرتك إيه هو سبب ده وكيف تناولت أيضا الصحافة الإنجليزية الأمر بشكل عام؟ صباح الخير لكم وللمشاهدين الكرام. يعني بشكل أو بآخر كان هناك بالطبع غموض، وأعتقد أنه سبب هذا الغموض كان يعني مجرد خلفية أتت بعد تلاعب الأميرة كيت على ما يبدو عن غير قصد بالصورة التي وزعتها على وسائل الإعلام قبل أسبوع لتقول أنها موجودة وأنها تتعافى، وأرادت من تلك الصورة أن تظهر وأنها هي سعيدة مع أطفالها، وربما تكون تلك هي الخطوة التي أججت باب التأويل والتحليل، التحليل الحميد والتحليل غير الحميد، وأيضا البحث في نظريات المؤامرة التي ليس فقط تبحث عن ما تخفيه العائلة الملكية، ولكن لماذا كانت هذه الصورة ولماذا تم التلاعب فيها، وهل تخفي قضايا أخرى خلف يعني. طيب أستاذ محمد، يعني أنا كان عندي سؤال قبل ده بس اللي حضرتك قلته خلاني دلوقتي أسأل عن هل فكرة إن الأميرة أو يعني إن هي تتلاعب بصورة، هل ده خارج العرف الملكي إن حاجة زي كده تحصل أصلا، إن احنا ننزل يعني صورة مش حقيقية علشان إن احنا نأكد أو نحاول نوجه الرأي العام في اتجاه معين؟ هو بالطبع هناك يعني تدخل فردي هي اعترفت به، أما من يعمل على الصور الملكية فهناك مكاتب صحفية في القصور الملكية لطالما كانت مولجة مهمة التواصل مع الجماهير، وإن كان يعني التواصل بشكل دقيق وموزون ومتناسق مع الحاجة. معروف عن الملكة إليزابيث لو سمحت لي مثلا أن لديها نصيحة مشهورة يعني عملت بمقتضاها على مدى 8 عقود، لا تشتكي أبدا ولا تشرح أبدا، يعني لا تشرح للصحافة عموما، واحرص على عدم الظهور والحديث علانية، بل أنه كل شيء يكون مرتب من السابق ومنظم، أي أن ينقل الجهاز الإعلامي بياناتك وما تود الإفصاح عنه والصور. يعني اليوم جاء الملك تشارلز ويحمل معه بروتوكولات وتقاليد مختلفة ربما من وجهة نظره، ستكون يعني سمة لعهده أن يكون هناك شفافية أكثر، فلنرى كيف هو هذا النهج. ولكن أول زلة في هذا النهج الجديد ربما هي قيام الأميرة كيت، والتي يقال أنها شغوفة بالتصوير جدا في الأخذ الأمر على عاتقها والتلاعب بتلك الصورة، وهو ما فتح باب التأويلات خصوصا ليس فقط بما يتعلق بصحة الأميرة كيت، ولكن أيضا بصحة الملك تشارلز الذي أيضا يخضع للعلاج من مرض السرطان. خبر ظهورها مع زوجها ولي العهد وهذه الصورة التي شاهدناها، هل هذه الأخبار حقيقية، خاصة أنها لم تأتي إلا من شهود عيان هناك وليس من القصر أو مصدر رسمي؟ يعني هذا هو الطرف، إذا صح التعبير، الطرف المستقل، لم تصدر عن المكتب الصحفي، بل كان هناك مصور ربما من عامة الشعب أو ربما من جماعة الباباراتي الذين يعني يتابعون خطوات أفراد العائلة الملكية، ليس فقط كيت وويليام ولكن الباقين أيضا، ويتمركزون في مراكز حساسة يعرفون أنهم ربما يزورونها. ورأينا كيف في هذه الصورة المستقلة، أي أنه طرف ثالث سلمها للصحافة، بدت مبتسمة ومرتاحة، وهو ربما ما يزيح الغموض الذي كان سيد الموقف في الأيام السابقة، وربما كان ما جرى من تأويلات وتحليلات مجرد زوبعة في فنجان. ويعني بدت الأميرة وزوجها ولي عهد البريطاني قرب قلعة ويندزور حوالي على بعد 2 كيلومتر من محل إقامتها وإقامتهما، حيث تتعافى حاليا مع أطفالها من الجراحة في الإمعاء التي كانت قد خضعت لها. يعني يبدو أنها تتحسن وأنها تسير، لكن السؤال أيضا، هناك أسئلة لدى عامة الشعب، هو متى ستكشف كيت أو القصور الملكية عن الوضع الصحي وما عانت منه
تحديدا، وهل هذا سيكون متاحا للعامة أم لا؟ هناك علامات استفهام ما زالت مطروحة يعني. طيب لماذا لم يعني ينفي أو يؤكد قصر باكنغهام يعني حقيقة الأمر لإزالة أي شبهات أو أي جدل يثير يعني الرأي العام؟ يعني تخيل أستاذ العزيز في هذا الجو الإعلامي الضاغط الذي نعيش به، أي جهة أو أي جماعة أو أي عائلة، كمية الأخذ والرد على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي، كم من البيانات التي قد يتطلبها أي يوم عمل في مؤسسة رسمية ما لنفي ما يذكر وما يؤول وما يذكر في أكثر من وسيلة تواصل اجتماعي تتحول إلى ترند بين ساعة وأخرى، إذا كانت متعلقة بعائلة ملكية حكمت على عرش بريطانيا مئات السنين. فيقال أن يعني لا يمكن أن يحدد الضغط أو الطلب الإعلامي أو الرأي العام متى يتحدث القصر، ولكن نقل عن مقربين من الأميرة كيت وولي العهد الأمير ويليام أنهما سيكشفان عن أي موضوع يتعلق بصحة الأميرة كيت في الوقت والمكان الذي والأسلوب أيضا الذي يريانه مناسبا لهما. فلا يمكن أن يعني يندفعا خلف الضغط الشعبي أو ضغط الرأي العام أو ضغط السوشيال ميديا كي يبدأان أو يبدأ القصر الملكي بإصدار البيانات الرسمية هنا وهناك. فهناك الكثير من يعني الكلام ربما في بعض الأحيان غير صادق أو غير متوازن يذكر على مواقع. على أي حال أعتقد الرأي العام في انتظار توضيح من قصر باكنغهام فيما يخص صحة، على الأقل يعني صحة أميرة ويلز كيت، يعني على الأقل يعني بعيدا عن بقى إذا كانت الصور نعم المفبركة أو غير ذلك، هذا هو ما أعتقد يعني يهم الشارع البريطاني، يعني صحة الأميرة يعني القصر. عفوا، القصر والعادة والعرف الملكي لا يلزم أن الملك أو أفراد أسرته أن يعلنوا عن أي شيء إذا لم يرغبوا به. إنه نهج أو طريقة ما في التعامل يراها كل ملك في عهده وفي فترته، يعني في زمانه كيف يتعاطى معه. في الماضي لم يكن يخرج إلى العلن الأوضاع الصحية لأفراد العائلة المالكة إلا إذا تطلب الأمر ذلك أمرا غير يعني معهود. نعم أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ محمد شبرو، كنت معنا من لندن.